الشيعة ما بين الذل والافتخار يمكن شهر كان. وعد مني إذا أحياني الله سبحانه وتعالى وكان في العمر بقية هطلع لكم بطن المعتقد الشيعي ده من الداخل. ليه الشيعة نفسهم أشرف غريب يسب ويلعن زيهم حتى أسقط في نظر أهل السنة والشيعة؟ كان الاحترام في البرنامج والأسلوب المحترم مع الجميع هو نقطة نجاح برنامج دردش مباشر، وإن شاء الله نستمر فيه. وإن كان هناك بعض العنفوان مع المخالفين، ولكن دول أنا عارفهم كويس، لذلك بكون غليظ معهم. أما باقي الشيعة فمرحب بالجميع بشرط الاحترام والأدب وعدم الإساءة وعدم الإساءة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. حياكم الله أخواننا الكرام جميعا، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مأوانا مأواكم. إن شاء الله يكون الصوت واضح والصورة واضحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، إنه لي ذلك والقدر عليه. أحب الكرام، برحب بكم في قناة أشرف غريبة الثانية. الإخوة المستمعين معنا عبر قناتنا الأولى، برجاء التوجه إلى قناتنا الثانية. الإخوة المشرفين جزاهم الله كل خير بنزلوا الرابط في التعليقات للبث المباشر، وكذلك الرابط مثبت في تعليقات البث المباشر أو التعليقات المباشرة. فأرجو من الأحبة الكرام المستمعين معي في قناتي القديمة التوجه مباشرة الآن لقناتي الجديدة، بظهر عليها صوت وصورة، واللي مش مشترك فيها يشترك فيها، لأن حلقة اليوم اللي هي الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى حول موضوع المتعة في الدين الشيعي الإثنى عشري. فأتمنى من الأحبة الكرام الدخول معنا للقناة الثانية إن الإخوة المشرفين بينزلوا. طبعا الصوت عندكم إذا فصل في القناة القديمة توجهوا مباشرة لقناتنا الجديدة، والإخوة المشرفين ينوهوا جزاهم الله كل خير. في حالة فصل الصوت عن القناة القديمة يحط رابط القناة الثانية والبث المباشر الذي يوصل الآن فيها صوت وصورة. الأحبة الكرام، إن شاء الله يكون الصوت واضح والصورة واضحة معاكم، وإن شاء الله تعالى يكون الأمور طيبة، يعني بارك الله فيكم. لو سمعيني إن شاء الله اكتبوا لي رقم واحد عشان أعرف إن الصوت واضح والصورة واضحة أحبتي الكرام معنا. فأتمنى من الأحبة الكرام المتابعين معنا الآن في قناتنا القديمة يتوجهوا معنا إلى القناة الجديدة والاشتراك فيها وتفعيل جرس التنبيهات. طيب يا ريت تكتبوا لي الاخوه بس في القناه الجديده معانا، قناه اشرف غريب الثانيه، الصوت واضح والصوره واضحه ام ولا في اي مشكله؟ حفظكم الله، كله تمام؟ طيب الصوت برضو ان شاء الله يكون تمام. طبعا لان انا مش هقدر استمر ان انا ابث من على قناتين عشان الانترنت، فدي نقطه مهمه احبتي الكرام ارجو من الجميع ان يلتفت لها. ولكن أنا قلت هفتح أول خمس دقايق معاكم هنا، وبدعو الجميع للتوجه سريعا لقناتنا الثانية في اليوتيوب، قناة أشرف غريب مكتوبة عربي وإنجليزي قدامكم، والرابط موجود في التعليقات المباشرة حفظكم الله، جزاكم الله كل خير. طب الحمد لله كل شيء ممتاز، الصورة ممتازة والصوت ممتاز. طب الحمد لله أحبتي الكرام، إن شاء الله نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا. طبعا تحت رغبة الأحبة الكرام من مشايخي من أهل السنة والجماعة أولا، ومن باب الاحترام والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني كلمني بعض المشايخ، أستاذ أشرف غير عنوان اللي هو الموسوعة بتاعتنا اللي هي كانت مواليات على سرير المتعة باسم آخر، يعني لان احنا في الاخر في طريق دعوه وانت في طريق دعوه. قلت لهم والله العنوان ليس فيه اسفاف، ويعني المقطع ما فيهوش اسفاف اساسا، يعني انا اتكلم بادله وببراهين عما ورد في كتب القوم. فطبعا انا من النوع اللي بحب اسمع الكلام، يعني اذا لقيت اكتر من شخص معترض اكيد انا اللي غلط مش هم اللي غلط. وبالتالي احبتي الكرام غيرتها بعنوان المتعة الطريق إلى الجنة، المتعة الطريق إلى الجنة. ولن يختلف المعنى كثيرا إخواننا الأحبة حفظكم الله في هذا الشأن.
طبعا انا دقايق معدوده وهيتم البث مره اخرى على التيك توك يعني، كذلك هفتح التيك توك، بس قلت التيك توك اخره نص ساعه عشان الاخوه برضو بتاع التيك توك يخشوا معانا في القناه الجديده ويشتركوا، كذلك الاحبه في الفيسبوك يخشوا معانا القناه ويشتركوا. عايزين ان شاء الله تعالى المقطع ده اذا وصل 4000 ساعه، ان شاء الله يوصل 4000 ساعه، لان مقطع البث المباشر عندي بيوصل ما شاء الله يعني فوق ال 10000 ساعه مشاهده. وصلنا ل 4000 ساعه خلاص، فعلنا الانتساب في قناه جديده وفعلنا فيها ميزه الربح اللي هي بتساعدنا في دعم القناه وامور كثيره بفضل الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله كل خير للاخوه الكرام، والله يعني فعلا يعني رزقنا الله باخوه ما شاء الله عليهم، يعني والله لا يتوانون ابدا في الدفاع عن دين الله. اكتر شيء ضحكني في حلقه اليوم قبل ما ابدا معاكم، وبكرر الاحبه الكرام اللي سامعيني في قناه الرئيسيه يدخلوا القناه البديله يشتركوا فيها ويسمعوا الحلقه صوت وصوره معانا، ان احد الاخوه كتب موعد البث صعب قوي يا استاذ اشرف، تمام، يعني يا ريتك كنت خليت موعد البث المباشر عشان في بطوله نهائي مش عارف كاس اوروبا. فضحكت بصراحه لما قرات الكلمه دي منه، يعني النهارده بيقول لك في مباراه فالناس كلها تبقى مشغوله في المباراه. ولكن يا صديقي والله اننا في نهائي الحياه وليس في نهائي بطولات كرويه. نحن في نهاية الحياة، قد يكون هذا آخر لقاء لنا بكم، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل ساعة في حياتنا وكل دقيقة في حياتنا هي نهائي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن نموت ونحن نقدم لله شيء يفيد في دين الله. فالحمد لله الذي عافانا جميعا أحبتي الكرام. الأحبة الكرام حفظكم الله، جزاكم الله كل خير. طبعا هنا مفيش مشرفين كتير، فأنا بحاول أضيف الإخوة اللي أنا فاكر أسمائهم معايا في الإشراف معانا في البث الجديد ويكونوا موجودين معانا إن شاء الله تعالى. حلقتنا اليوم هي في الحلقة الثالثة في طريق المتعة طريق الجنة، اللي هي كانت بعنوان مواليات على سرير المتعة. وانا قلت الحلقة النهاردة طبعا الموضوع مستمر احبتي الكرام، ونعلم علم اليقين العجز التام من الدين الشيعي، تمام، العجز التام من الدين الشيعي في الرد على ما طرحنا من ادلة او استفسارات حفظكم الله في محاولة التملص مما هو يعتقد وهو يؤمن بها، الا وهي المتعة ونكاح المتعة. استعرضنا يا اخواننا الأحبة فوائد المتعة في الدين الشيعي، وكيف ان المتمتع يعني الامام يقول لك يكره او مكروه ان يخرج احد من الحياة الا ويفعل المتعة، وهناك من عدها من ضروريات الدين. يعني خدوا بالكم من القول الخطير ده يا اخواننا الأحبة، ضروريات الدين زيها زي الصلاة زي الحج زي الايمان بالامامة. المتعة المتعة يا عم اشرف، ايه هي المتعة سريعا كده تاني يعني حتى يستفاد الجميع معنى المتعة؟ جواز أو نكاح مؤقت ما بين شاب وفتاة، في الغالبية 90% يكون سرا، يعني 90% من اللي بيتجوزوا متعة بيتجوزوا متعة سرية مش علنية. أما اللي يقول لك لها شروط وليها عقد، أظن سمعناكم في الحلقة الثانية اعتراف أحد ملال الشيعة وهو مختص بموضوع الزواج، اني مش شرط ان يكون هناك عقد، الزواج عندهم اسهل من شرب المي زي ما هو قال، هو يقول له زوجتك نفسي زوجتك نفسي. فانا بعض الاخوة طرحوا علي اسئلة جميلة جدا. سؤال جالي النهاردة بيقول استاذ اشرف، هل من الممكن، وركزوا في السؤال ده عشان هنطرحه على الشيعة اليوم، ان يوافق الشيعي ان يتزوج بامرأة تزوجت متعة 100 مرة؟ وده سؤال يطرح على الشيعة، هل انت كشيعي توافق انك تتجوز واحدة مارست المتعة لأكثر من 100 مرة في حياتها؟ تمام، ده سؤال.
السؤال الثاني اللي احنا بنطرحه في حلقة اليوم، كيف أفرق بين حالات الزنا وحالات المتعة؟ ازاي انا اقدر افرق ما بين حالات الزنا وحالات المتعة؟ يعني دي نقطة برضو مهمة. يعني انا دلوقتي قلتها لأحد الشيعة في مرة من سنوات، اذا دخلت البيت لقيت اختك مع واحد قاعدين مع نايمين مع بعض في سرير واحد، وقالت لك هذا زوجي متعة، هتعمل ايه؟ تمام؟ ايه اللي هتقدر تعمله؟ ممتاز؟ فانا الاحبة، فدي نقطة مهمة احبتي الكرام، جزاكم الله كل خير. الاخوة الكرام اللي سمعيني في قناتي الاولى، القناة الاساسية، ارجو التوجه للقناة الفرعية او القناة، اسف، او القناة الثانية لنا، لان ان شاء الله الاثنين هيبقوا في مستوى واحد باذن الله، والاشتراك فيها ومتابعة الصورة الحية من هنا، صوت وصورة اخواننا الكرام. فدي نقطة مهمة احبتي الكرام برضو احببت ان انوه لها، اللي هي ازاي افرق ما بين الحالات دي. النقطة التالتة والمهمة جدا، من تزوج او تمتع 4 مرات كان كدرجة النبي. وهنا طبعا احنا عرضنا الروايات دي وعرضنا الاقوال دي، اللي يتمتع 4 مرات، من تمتع مرة كان كدرجة الحسن، من تمتع مرتين كان كدرجة الحسين، من تمتع 3 مرات كان كدرجة علي، من تمتع 4 مرات تمام كان كدرجة الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الزام جميل طرحه احد الاخوة ايضا، قال لي يا استاذ اشرف اذا كان، ما هو خدوا بالكم انا بتعلم منكم والله، يعني اوعى تفتكروا ان في انسان بيصل الى غاية العلم ومن لم ينسب الفضل الى اهله ليس اصلا له فضل، فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم أنتم، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. الأحبة الكرام، فقال لي أستاذ أشرف إذا كان وصول المتمتع 4 مرات كدرجة النبي، هنا أرى حاجة هو جميلة جدا ما بين السطور. إيه هو الحاجة اللي أراها ما بين السطور أحبتي الكرام؟ قال لك ما بين السطور هنا يبين لنا أني المتعة إذا وصل فيها لدرجة النبي، إذن النبوة أعلى من درجة الإمامة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إماما في الدين الشيعي الاثنى عشر، فبالتالي بطل عند الشيعة استدلالهم بأن الإمامة أعلى مقام يصل إليه إيه؟ بشر. وبالتالي إخواننا الأحبة هنا إيه؟ وقع الشيعة في مشكلة، أنتوا إزاي بتقولولنا ان الامامة اعلى مقام وفي نفس الوقت اللي يتمتع للمرة الرابعة يصل لدرجة النبي اللي هي اعلى من درجة علي، وعلي امام والنبي لم يكن اماما؟ ودي ما بين السطور اخواننا الاحبة، ركزوا فيها دايما حفظكم الله ورعاكم. يبقى اذا نقط هنا مهمة. نقطة الرابعة، انا اصدق روايات الائمة اللي هي بتقول لا يجوز التمتع بالفاطميات لانها تجلب العار، ولا أصدق روايات الأئمة اللي بتقول التمتع يعني من الأمور السنن الحسنة الواجبة على الشيع الاثنى عشري؟ وإحنا وضحنا أنه قال الإمام لابد أن يتمتع في العمر ولو مرة واحدة. فالنهاردة قدامنا 4 أسئلة، 4 أسئلة تحتاج إجابات أحبتي الكرام في هذا الدين. لما نيجي نستعرض مع بعض جزاكم الله كل خير بعض الأدلة اللي هي الواردة في شأن المتعة ونكاح المتعة، ويجي الشيعة الاثنى عشان يقول لك اصل احنا ما عندناش الكلام ده، لا لا لا، انا عارف ان الحركات المتعة صدعت الفكر الشيعي. اخواننا الكرام، عارفين يعني ايه صدعته؟ صدعت الدين الشيعي تصديع، لانها كان من الصعوبة عليهم ان هم يواجهوا الوباء المعروف باسم المتعة لديهم في حلقات مباشرة، وعشان كده تلاقي الشيعة هربوا هنا وهناك وراحوا هنا وهناك واختفوا هنا وهناك. سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته استاذ اشرف، اتفضلي معايا. معلش ابو احمد من مصر معاك، انا اسف والله، فانت بس حضرتك في المقدمه يا ريت تعلي بس الصوت شويه، انت وطيته، احنا كنا تابعين كويس والله. طيب عليته تاني، حاضر يا ابو احمد، ابشر يا الحبيب.
معلش يا استاذ، حاضر يا طيب، حاضر. انا اتفضل يا خفضته استاذ. فعلا سنه بسيطه عشان انا حاسس ان مؤشر عندي المفروض ما يوصلش للون الاحمر. معلش والله احنا سامعين كويس حضرتك لما كان قبل انت ما توطيه. طيب يا غالي، حاضر يا طيب، ابشر جزاك الله خير. واياكم كل حاجه. حاضر، الله يبارك لك. معلش. طيب ان شاء الله دلوقتي الصوت واضح كده يا اخواننا الاحبه، بارك الله فيكم. ان شاء الله يكون الصوت واضح والصوره واضحه وكل حاجه واضحه معاكم. تمام التمام. كذلك احبتي الكرام، لما نيجي نتكلم في الروايات، انا قلت لكم الروايات صحيح اللي هي تحدث فيها الشيعة عن فوائد المتعة، لما جم اتكلموا في فوائد المتعة وقال لك ان المتعة فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، ثواب. نخش كده عشان بس اطلع لكم بعض الادله احبتي الكرام، ويا ريت الاخوه الكرام اللي سامعيني في القناه الرئيسيه يتوجهوا الى القناه الثانيه لمتابعه البث المباشر صوت وصوره. تمام، حفظكم الله. تمام. تعالوا كده لما نيجي نتكلم في شروط، يقول لك شروط، هناك شروط لنكاح المتعه. اولا هم ما عندهمش حاجه اسمها شروط نكاح المتعه عشان تبقوا في الصوره يا اخواننا الكرام، دي اكذوبه بس بيكذبوا بيها على نفسهم، ان احنا اصل زواج عادي وزواج كذا وزواج كذا وزواج كذا. طبعا واخد الشيعه تطرح عليكم او تحاول بشتى الطرق ان هي تطلع، يقول لك ايه، الزامات وردود وهذه الامور. تمام. اللي هي الردود اللي هي العشوائيه بمعنى اصح في الدين الشيعي الاثني عشر. صدقوا ان ممكن المتمتع يقسط، يقسط اخواننا الاحبه، يقسط مهر المتعه. ادي كتاب اخواننا الاحبه منهاج الصالحين للسيستاني، بيقول لك هنا ايه، مساله اذا خاف الزوج من تخلف المتمتع بها عن التمكين في تمام المده جاز له تقسيط المهر ودفع اليها اقساطا حسبما تمكن ايه نفسها. يبقى اذا عندهم حاجه اسمها ايه، قسط، جواز، يعني جواز بالقسط بمعنى اصح، يعني انت ممكن تتمتع بالقسط، يعني سهله جدا في الدين الشيعي الاثني عشري انك تمارس نكاح المتعه ايه، بالقسط. طبعا هنا في كتاب معارف الرجال ايضا زي ما يعرض على الشاشه ايضا احبات الكرام، بيقول لك هنا ايه في صفحه 293، بيقول لك باسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، الاصل بيقول لك هنا ايه، ناخد محل الشاهد اللي هو معلم باللون الاصفر ده اللي هو السيد عبد الله شبر او السيد شبر، كرم تلميذه الشيخ احمد بن الشيخ محمد، بيقول بسم الله فإذا السيد الجليل ذو الاصل الاصيل العام عام الى ان يصل، وما افاد السيد من تحريم التمتع بالفاطميات تنزيها لهن عن الرذال او الرذالات. يبقى من السيد هنا حرم التمتع بالفاطميات تنزيها لهن عن اللي هي الرذائل، اللي هو كاتبها الرذلات هنا او الرذلات زي ما كاتبها احبتي الكرام. يبقى اذا هي بالمزاج يا عم الحاج اتمتع النهارده تمام او ما اتمتعش. وسائل الشعر الحر العامري بيقول لك ان ملعون متجنب تلك المتعه. تخيلوا اخواننا الاحبه في روايه 26402 وعن ابن عيسى يقول عن ابي عبد الله قال عليه السلام: ما من رجل تمتع ثم اغتسل تمام الا خلق الله من كل قطره، كل قطره بقى بتنزل منه ايه؟ 70 ملكا، بينزل من كل قطره ميه 70 ملك يستغفرون له الى يوم القيامه ويلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه. مش عارف الشيعه ترد تقول لنا ايه؟ السلام عليكم. أمين، السلام عليكم أستاذ أشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل معايا. معاك أسد من العراق. أسد إيه؟ ألو. اتفضل معايا. معاك أسد من العراق. أسد من العراق، شيعي ولا سني يا أسد؟ لا شيعي. شيعي. طب يا أسد عندك رد؟ على تمام. ما طرحنا اليوم. انا سمعتك وتحولت على القناة الثانية اللي هاي جديد. بنتكلم فيها عن نفس موضوعنا،
عن المتعة وأقوال الشيعة في المتعة وهذه الأمور، يعني عندك رد عليها؟ هل تعتقد يعني زواج المتعة أنه أشبه بالزنا؟ طب ممكن تقول لي كيف أفرق ما بين الزنا ونكاح المتعة؟ اتفضل. لا، أنت تعتقد بي شنو لا زواج انت، المتعة؟ لا انت عشان رد أنا عليا دلوقتي، نكون كيف افرق ما بين المتعه ونكاح الزنا؟ يعني واحد اسف والزنا، يعني انا انت كراجل شيعي ازاي تفرق ما بين الاثنين؟ يعني ازاي تقدر تفرق ما بين الاثنين؟ يعني دخلت على واحد واحده قال لك احنا طيب متعه، ماشي، تقدر تثبت عليهم حاله الزنا ازاي؟ كيف تثبت حاله الزنا؟ اتفضل. لا الكلام مش، لا خليني اشرح براحتي، والصوت مالتي سمع الجمهور، بس لا تنص الصوت عليه. تفضل تمام تفضل. المشاهدين يسمعوني، سامعينك المشاهدين والله، تفضل. بس خليني اكمل للاخر. يعني ما هو تكمل الاخر، انا مش هدفع حسينيه، انا بسالك سؤال، كيف افرق ما بين الزنا، اي حاله افر زنا وحاله متعه، ازاي افرق ما بينهم؟ زواج المتعة، بالنسبة لزواج المتعة، زواج المتعة يرحون عند مؤمن اللي هو مأذون. لا مش شرط، تمام، مش شرط، ايه مش شرط، شرط؟ ليس شرط أن لا يكون هناك لا لا، مأذون. مو لا دين، وإذا طلعت انا لك شيعي أدلة دين، من دينك أنت انا أنه لا يشترط فيها المأذون أساسا، يعني هات لي دليل كده أنه يشترط فيها وجود مأذون. هو زواج بنية الطلاق فقط، يا عمي أنا زواج سؤالي بنية واضح، الطلاق. عندك شرط المأذون ده جبته منين؟ اخترعته دلوقتي وأنت بتكلمني في التليفون؟ بالتليفون اكلمك. يعني انت اخترعته دلوقتي؟ مش سامع بتقول ايه؟ انت اخترعت قضية المأذون الآن ولا عندك دليل عليها؟ لا مش مخترع يعني، لا مش مخترع يعني، عادي مأذون بدون شهود، مش اديني يعني شرط لازم المأذون، تجيب اديني شهود. شرط المأذون، اتفضل. شرط المأذون، تروحون عند مأذون عادي، احنا نريد اتفضل نتزوج اديني، مين قال على كزواج هذا الشرط؟ متعة من وضع هذا الشرط؟ اتفضل عند الشيعة. زين اديني يا ابني عند الدليل يا الشيعة، ابني من وبنفس الكتب، الوقت عندك دليلك من الكتب. انا طلعت، انا اجيب لك دليل صوت وصوره من مأذون شرعي شيعي سيد صادق قال لك لا شروط في النكاح. انت تريد اشكال شلون تفرق. انا دلوقتي انت بقى انت تريد، اصل انت الكذب ما تريد بيكونش بالكذب. عاوز تطلع بين تعرف، تعرف زواج المتعة عن عن الزنا او زواج متعة، صح؟ يا ابني ركز، الله يصلح حالي. انا بسألك سؤال، انت تفضل بتقول استاذ، شرط، تفضل استاذ. من أين وضعت الشرط؟ تمام؟ اللي هو شرط المأذون ده جبته منين؟ بشرطة، بشرط جبته منين شرط موجود كل المأذون؟ عندنا، دليلك؟ هو موجود، دليلك؟ موجود عندنا. زين انا بسأل سؤال واحد، يا عم دليلك إنه دليلي لابد أن يكون هناك مأذون، دليلك؟ يعني انت مش مقتنع، بس عشان أنا نكون بتكلم منصفين بدليل، للطرف، هو انت أنا مش بتكلم مقتنع بغير بكذا. دليل ولا بتكلم بدليل؟ عندنا يعني، عندنا في شوف برضه عندنا في الشيعة كده، يا عم، مفيش حاجة اسمها عندنا الشيعة كده. وبعدين عندك دليل؟ قول لي هات دليل، واحد اتنين تلاتة في كتاب كذا في صفحة كذا. ما عندكش دليل؟ قول لي ما عنديش دليل وأنا بألف عندنا الآية. في، طيب ماشي زين. انت مثلا انت عايز تعرف تفرق بين جواز المتعة، ازاي تعرف جواز المتعة وجواز والزنا، صح؟ نعم اتفضل. طيب انا برضو اكون منصف معك واقول لك انا برضو مش مقتنع. تعال نشكل الاشكال على الرسول، عليه نقول له الصلاة ليش شرعت والسلام، في يوم خيبر جواز المتعة؟ وهو جواز المتعة في عهد النبي كان كزواج المتعة الذي يفعله الشيعة اليوم؟ ايه كان ايه؟ هل زواج المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كزواج المتعة الذي يفعله الشيعة اليوم؟ لا كت اتهامات، أنا ما فيش بسألك سؤال، هل جاوبني على زواج؟ قدر روح قول السؤال. له لا. هل نكاح ايوه، المتعة في وانا عهد برضو مش النبي، مقتنع. روح اسمع، هل نكاح المتعة في روح عهد النبي كان روح كنكاح المتعة الذي روح. يفعله الشيعة اليوم؟ لا اتجوزت اسماء بنت ابي بكر، اتجوزت متعة الزبير، طيب اتجوزت الزبير. ده الردود المحفوظة، ماشي ما فيش إشكال، أنت بتقول إن هي ليه اتجوزت مرفوضة؟ الزبير متعة، لا وعندكم لا مش حديث مرفوضة، لا اسمع يا اتجوزت فأر اسماء بنت ابي ثقاه، بكر، فأر اسماء ثقاه بنت ابي بكر اسمع. اتجوزت بمسند احمد. طب اسمع يا حبيبي اسمع، أنتوا بتقولوا أن المرأة تفضل تفضل. المتمتعة مغفور لها، هل تترضى عن أسماء بنت أبي بكر
لأنك تعتقد إنها مارست نكاح المتعة فين وأنجبت الفتوى ابن فين الزبير؟ الفتوى اللي قالت؟ ها جاوبني. لا فين الفتوى اللي قالت من تجوز 4 مرات متعة صار بمقام النبي بعلو النبي؟ اديني فين الفتوى الرواية الدينية فينها من طب قدام كتبي؟ الجمهور إذا اديتك الرواية ماذا أنت فاعل؟ من كتبي. أيوة من كتبك، ماذا أنت فاعل؟ اه قول لي ماذا أنت فاعل؟ رد. ايوه اديني من كتبه، يعني ايوه اسال هات من روح كتبك ماذا نشكل انت الاشكال فاعل على انت. الرسول طب ما انه فيش، ليش طب ما راح كلامي جواز واضح، المتعه في يوم القيامه، كلامي واسمع واضح، بنت ابي بكر كلامي اتجوزت واضح، الزبير متعه. ما تلفش وتدور. الان انت طلبت تحدي، اشهرت تحدي اسد زيكار او يا فأر زيكار، بتقول لي اين ورد عندنا ان المتمتع يصل كدرجه الرسول؟ اذا جبت لك الدليل ماذا انت فاعل؟ أبحث وأتصل بك وبتأسف. لا اتأسف، ابحث وتعالى اتصل اتأسف. يعني ابحث وتعالى اتصل اتأسف، اصلك كده كده مش هتتأسف كده كده. يعني انا عارف اصلا انت بتلف وتدور في حركة مفرغة، كده كده هطلع لك الدليل وهتعمل نفسك ميت، تمام؟ فابحث وتعالى اتأسف يا حبيبي، يعني انا بنصحك يعني ابحث وتعالى اتأسف قول انا اسف، اصلك انت كل شوية بتورطني يا عم اشرف وتطلع لي الدليل وانا بعمل نفسي مش فاهم وبعمل نفسي مش عارف وبعمل نفسي الدنيا مش عارفه كذا والدنيا كذا والدنيا كذا، تمام؟ فحضرتك يعني تعبنا معاك بصراحه كتير في ادله وببراهين وكل شيء، بيجي يتحدي اين الدليل؟ يعني ده احد الاخوه بيقول لي على الواتساب انا ما صدقتش يا استاذ اشرف الا لما شفت بعيني ان المتمتع 4 مرات كانت درجه النبي. فسبحان الله، يقول لك اصل انا اعتذر، استفدت انا من اعتذارك يعني، ويقول لك اصل المتعه لابد فيها من مأذون. منين جبت الدليل؟ ما اصل اسماء تمتعت. اخواننا الاحبه بارك الله فيكم، دايما بقول لكم اسهل طرق تخنق بيها الشيعي الاثني عشري، يعني تخنقه خنق، انك توافقه، تمام؟ هو عايز يهرب منك، هو اللي كل اللي عايزه يهرب منك فقط، وعايز يدخلك في مواضيع تانية. لا تعالى يا عم انا موافق، ورينا هتعمل ايه. السلام عليكم. السلام عليكم. شو اخبارك؟ الحمد لله، تفضل معايا. عباس القريشي. عندك رد على موضوعنا يا عباس القريشي، ولا هتقعد تقول اصل موضوعك هايف وموضوعك مش محتاج رد والاسطوانه المشروخه بتاعتك دي يا اشرف عباس؟ اشرف ليش ما تخليني اكمل؟ ليش تقطع الخط؟ اصل ليش احنا تقطع الخط؟ عارفين انت خليني هتقول يا اكمل؟ عباس. يلا رد، يلا ما اتفضل، عندي. يلا اتفضل اتفضل رد. انت هسه اشكالك؟ انت اشكالك على الشيعه وعلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف الرد الشيعي يا ابني. دلوقتي عندنا موضوع مفتوح، تمام؟ زين انت هترد بسمع على قصتك السؤال ولا مش انت. هترد؟ تمام؟ لا انا ارد على سؤالك، ارد على سؤالك، بس غير ردت منك شو تريد؟ اتفضل اتفضل رد على انت الله السؤال. سبحانه الله سبحانه وتعالى هو اللي حلل المتعه لو لا الشيعه. اله الا الله يا عم، مش انتوا حلال عندكم؟ انا بسأل اسئله مشروعه في هذا الحلال عندكم. بس احنا تفهمني دلوقتي يعني غير حتى اوصل وياك بسألك، للنقطه. انت بتبدأ هسه الجمهور بتقول ان المتعة حلال، يا عم اشرف خلاص ماشي. اشرف اشرف هسه انا يا الجمهور عمي بناقش الشيعة على هذا الحلال، اردفتين اردفتين انا اردفتين من بناقش يمك، الشيعة على هذا اردفتين الحلال، من يمك. انا دلوقتي بناقشك كشيعة على هذا الحلال. انا قلت لك عندي اشكال مع المتعة، قلت لك ما عنديش اشكال يا عم، تمتعوا زي ما انتوا عايزين، ولكن اي جاوبوني انت على ليش تستشكل اشكالاتي، على الشيعة؟ جاوبوني على اشكالاتي. اشرف انت خابط، الله، انت تستشكل على الله سبحانه وتعالى، هو انا اللي يا عم حلله مو انا انا، بسأل هو الشيعة اللي دلوقتي، حلله. انا بسألك ترضى؟ انا يا عباس قرش، هل علمت بنتك نكاح المتعة او أشرف امك او أشرف اختك او أشرف أشرف مراتك؟ أشرف علمتهم فضائل نكاح المتعة؟ أشرف 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 مش أشرف هيرد الله سبحانه وتعالى حرم هو ده، مش هيرد يا عم. انا قلت لك عندي اشكال، تمام؟ انا قلت لك عندي اشكال، ما قلتلكش عندي اشكال، ماشي؟ فانا بقول لك تعالى رد علينا، وضح لنا، علمنا، ماشي؟ فدي نقطة مهمة، يعني احنا بنوضح لك دلوقتي، بنقول لك يا عمي تعالى رد علينا. في مشكلة في كده يا احبتي الكرام؟ يعني انا بطلب منه مستحيل؟ انا ما بطلبش منه مستحيل، انا بقول له رد، اتفضل رد، ما عندكش رد تعالى. الاخوة الكرام في قناتنا الاولى يا ريت يتجهوا معنا للقناة الثانية في حالة انقطاع الصوت عنها،
ويشتركوا في القناة ويتابعوا البث المباشر فضلا وليس أمرا. بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام. انت قفلت النت بوش ليه؟ عشان ما ما انا بكلمك يا عم، ما عنديش وقت اضيعه معاك. انت مهرج اساسا، انت مهرج اساسا. يعني انا عارف ان الشيعة الاثنى عشرية الموضوع صعب ومستصعب عليه، وعارف اخواننا الاحبه بارك الله فيكم ان الموضوع اصعب مما يتخيل الشيعة الاثنى عشرية. بقول لهم النهارده في حلقتنا يعني فين الشيعيات؟ يعني فين بنات الشيعة؟ ليه ما شاركوش معانا في البرنامج اللي هو المتعة طريق الجنة؟ خدوا بالكم احبات الكرام، هو كل ما يحاول الشيعي يبرر اصل عندكم يا عم خلاص، قول للشيعي تعالى في حلال عندك؟ رد بقى شيء انت بتقول ان هي حلال وان هي فيها ثواب وان هي فيها وان هي فيها، رد، اتفضل رد. ليه مكسوف؟ ما نعرفش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معي. السلام عليكم. تفضل معي. شلونك يا ابو احمد، شو اخبارك؟ فارس العتيبي من الكويت. حياك الله اخونا طارق العتيبي. حاب اشكرك يا عل، الله يعطيك الصحة والعافية يا ابو احمد. وياكم يا طيب. شكرا لك اخويا، الله يعطيك الصحة. جزاك الله. تكرم يا حبيبي في حفظ الله. قعدتوا تحطوا فضائل للمتعة، وقلتوا المتعة فيها فضل وفيها كذا، تمام، وثواب عظيم ناديتوا به منذ آلاف السنين. طب ليه لما بيجي نسألكم عن هذا الحلال البين عندكم مكسوفين؟ تمام، ليه مكسوفين؟ ليه يعني ما عندكوش الرد؟ تمام؟ ليه؟ عايز افهم. النهارده اقول لي اصل انا ديني مش بيسعفني بصراحه، اصل دي من ضمن الحاجات اللي هي في ديني الفضيحه الكبرى اللي عندي اللي انا بحاول بشتى الطرق ان انا ابعد عنها. طب انت بتبعد عنها ليه؟ هو مش حلال عندك يا عم الحاج؟ ليه بتبعد عنها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل معايا. ابو احمد. اتفضل معايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل معايا. ابو ابراهيم من السعودية يا اخي. ابو ابراهيم من السعودية، اتفضل يا ابو ابراهيم. الله يحفظك ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله. الله يكرمك يا ابو ابراهيم. والله انا ندعو لك عند صلواتنا ودعيت لك عند الكعبة في رمضان، اخذت عمره وقعدت ادعي لك ان الله يسددك في المطلع. والحقيقة دين الشيعة انهد اساسا مهدود الان، انت هديته يا ابو احمد. والله يا طيب يعني هو دينهم ضعيف، هنعمل لهم ايه يا طيب؟ بارك الله فيك. الله يطول عمرك، فعندك المتعة الان تتكلموا في المتعة ومكسوفين يعني. طيب وليه؟ مكسوفين لانهم عارفين انها غلط، في غلط الاساس في المتعة هذه. كلها حرام وزنا في زنا. حد بيتكسف من حلال يا طيب؟ في حد بيتكسف من حلال؟ يعني انا عمري ما شفت حد بيتكسف من حلال. أهل السنة يشوفون الحلال والحرام. نعم. ويصرحون بأن هذا حلال وأن هذا حرام. نعم. أنت مثلا كلها حرام، في حرام الكلام هذا كله. صحيح يا حبيبي. وبسؤال يعني لهم، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده وأولاد أولاده، هل أقروا المتعة هذه؟ أحسن، لسه ده إحنا لسه عندنا، لماذا أصلا لم تفعلها فاطمة؟ تمام؟ فاطمة. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني 5 سنوات هو خليفه. صحيح. خليفه المسلمين. نعم. يجوب اي دليل انه قال المتعه انها حلال عندهم او تكلم في المتعه حقتهم. صحيح والله يا حبيبي، الله المستعان. والله. وفي الخمس وما الخمس وكلام الفاضي ذا. الله المستعان والله، هو دين الشيعة. ابغى تعمل حلقه يا ابو احمد عن علي بن ابي طالب خلافته 5 سنوات. اعطوني دليل انه حلل لكم المتعه، حول لكم الخمس وحول الخرابيط حقتهم هذه. نعم صحيح. وقتها بينكتمون، ما في اي دليل عندي. صحيح يا حبيبي، الله الهادي، الله يهديهم يا طيب. الله يوفقك، الله يوفقك ويسددك يا طويل العمر. جزاك ويوفقك لما يحبه ويرضاه. الله يحفظك. انا اتابعك ويتابعونك ملايين الملايين يا ابو احمد، الله يحفظك. الله يبارك فيك يا حبيب، جزاك الله كل خير يا طيب. حياك الله في امان الله يا ابو احمد. الله خير. هلا. جزاك الله خيرا يا طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم استاذ اشرف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل معايا. معك ابو غزوان المحتدي من العراق. حياك الله اخونا ابو غزوان. نعم ابو غزوان المحتدي. استاذ اشرف جزاك الله خير الجزاء وجعل الله في ميزان حسناتك على هالبرنامج الراقي. تفضل يا حبيبي. وهل ذكرت المتعه في كتاب الله تبارك وتعالى؟ واين هذه الدين الذي سطر على ال البيت وهذه المتعه التي فيها العمائم؟ نعم. هذه لن توجد في فقط في كتبهم المدسوسه بالسن والروايات. خليجي شيء عاقل يحدثنا يقول يا ابو هاي الروايه اهل البيت رووها. ولكن تقول له تجي تمسك الشيعي بالروايه يقول لك هاي الروايه لا مو احنا ما ناخذ بها. هم يطبقوها على الواقع. هذا اشرف يطبقوها على الواقع. صحيح. تحاجة بها يقول لك لا اشرف غريب منين جاب هاي رامي عيشة ميابه هي من كتبك هاي من كتبك من فمك ادينك. صحيح. فاحنا نخاطب العقلاء العقلاء من من الشيعة المثقفين الذين لديهم عقول. والله وبالله وتالله هذا الدين اهل البيت براء ومن هذه الافعال ومن هذا الدين الذي سطروا هؤلاء دين من صنع البشر دين مزاجي استاذ اشرف دين مزاجي دمروا العقول دمروا المجتمع الشيعي. والله اكو ناس فيهم ترى غلابه والله ناس مساكين ما يعرفون شنو الشيعي لو يقرا القران ويتدبر القران يعرف ايات القران ليكفر بهالمعتقد هذا والله ليكفر بهذا المعتقد الباطل. نعم معتقد نعم مبني على الكذب والخرافات. الله المستعان. والله يبارك فيك وجزاك الله خير. يهديهم يا رب جزاك الله كل خير. والله انتم 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 هواي حركتوا العقول استاذ اشرف الله يجزيك خير ويجعل في ميزان حسناتك. الله يهديك. وانا اعتذر اخذت من وقت البرنامج جزاك حبيب. الله خير يا طيب. الله يبارك فيك يا حبيب. تكرم يا حبيب. جزاك الله وجزاكم يا الحبيب. تكرم يا حبيب. استودعك الله في مولاي يا طيب. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ورفع الاخوه وجزاكم يا الحبيب وجزاكم الله. الأحبة الكرام المستمعين معنا في قناتنا الرئيسية التوجه إلى قناتنا الفرعية حاليا أو القناة الثانية عندنا في اليوتيوب يتم البث مباشرة وصورة حفظكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام كيفك؟ تفضل معي. أشرف عافية خلنا نكمل وسدي وسكر الخط خلنا نكمل أنا لا أتجاوز عليك ولا خلنا نكمل يا عم عايز تكمل افتح قناة افتح قناة لي في اليوتيوب واحكي عليها اللي أنت عايزه كله لكن هتيجي هنا تحسسني ان انا قاعد في حسينيه ترمي لك كام كلمه وتروح في السكه وجاري استفدت انا ايه والجمهور استفاد ايه يعني احنا استفدنا ايه ما شاء الله منك خلينا اكمل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ اشرف غريب. اتفضل معايا. الو اتفضل معاك سهيل الرفاعي. سهيل حبيبي شو اخبارك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. اتفضل. والله يا اخي اشرف خليني اقول لك انا صريح معك انا زعلان منك صراحه لان انا عم بطلب ولو لك يا زلمه شبيك البنيني السني يا زلمه شبيك بس حكيت معك اربع خمس مرات تقول لي سني وشيعي بعد ولو مش سامع بتقول ايه. المهم انت شيعي ولا سني؟ بقول لك انا السني والحمد لله رب العالمين خيي سني سني. زيد فضلك انا يعني زعلان منك صراحه بكل امانه اقول لك اياها انا بحكي معك اخويه زعلان منك كذا مره عم حاول احكي معك وانت مش عم ترد علي مطنشني. هذا واحد. اثنين يا خيي لما تطرح سؤال لما تطرح موضوع المعممين قاعدين معنا هون عم بيسمعونا شو عم نحكي وما بيفوتوا بيعلقوا بشكل جدي بيعطوا لك الخروخ تبعونهم مشان يشوشوا على الحلقه ويضيعوا الموضوع. بس في كمان بعض الشيعه حابين يفهموا شو الغلط بهالمعتقد هذا. انا بوجه نظري خيي اشرف انك انت بنهايه الحلقه بتقول الاسباب يلي الغلط بهالدين او بهالمعتقد او بهالعقيده. مثلا خلينا نقول موضوع اليوم موضوع الزنا اللي مشرعينه هن انه هو شو بيقول عنه هذا المتعه. تمام. في ناس شيعه في ناس يا خيي اشرف ما بيعرفوا ما بيعرفوا شو هو الصواب وشو هو الحلال. لاحظ حضرتك من ثلاثة ايام يمكن يوم الثلاثة انت فتحت موضوع وما يعني ناطر حدا يجاوبك عليه ما حدا يجاوبك عليه لان هن قاعدين معك في الغرفة وعم بيسمعوا شو عم تقول ومش حابين يردوا عليك. انا بوجهة نظري خي اشرف انك انت شو بتعمل بعد اذنك اسمح لي معلي معلي تفضل اخر الحلقه بتقول انه النقطه اللي عم تحكي فيها انت او الجزئيه اللي عم تحكي فيها هي غلط فيها عيوب واحد
بيتي 4 5 6 7 الى نهايه الموضوع، عشان الشيعة يلي مش عارفين وين الصح وين الغلط، لانه ما في عندك معممين جديين عم يطرحوا الموضوع بكل امانه وبكل صدق، ما في. انت بتوضح النقطه شو هي الفئة الاغراض تبعوتهم، هيدي خلصنا منها. بالنهايه ذكرتني كمان، لكن بدي اخبر الروافض انه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه بشرى للروافض، مجموعه جينيس اعطتكم المرتبه الاولى في الغباء، هيدي جديده يعني صراحه. مجموعه جينيس عطت الدرجه الاولى للغباء للروافض، هذا نهاية حديثي. وعمال معروف لما بدي احكي مرتين يا اخي عبرنا وافتح الخط علي، ولو يعني انا متبعك ومن جماعتك يا اخي، بس هذا كل شيء. شكرا لك يا استاذ، شكرا. تمام، شكرا حبيب قلبي، ممنون كلك ذوق. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل يا طيب. طبعا تم حياك الله، تم فصل البث في القناه الرئيسيه عشان الانترنت، انا عارف في تقطيع بسيط هيثبت معاكم الان احبتي الكرام معنا في القناه الثانيه. تمام استاذ اشرف، اختصر اختصار سريع جدا. تفضل يا فندم. مين معايا عشان وقت البرنامج؟ احمد من الرياض السعوديه. حياك الله اخونا احمد من الرياض، تفضل. الله يحييك. 3 نقاط سريعه جدا. الاولى، حاول دائما من وقت لاخر نصيحه من اخ، تتاكد ان الجوال ما عليه بيجاسوس ولا برامج تجسس على جوالك. هذه نصيحة من أخ. نعم يا حبيب. هذه واحدة. الثانية، عمر وأبو بكر من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء، أليس كذلك؟ نعم يا حبيب. ولأجل ذلك جعل لهم أمة من الناس تسبهم للنار عشان أجرهم يعظم ويعظم 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 بدرجة عالية جدا. نعم. فلولا عظمتهم عند الله ما جعل هؤلاء، مش عايز أغلط فيهم في البتاع، لكن هم يستحقوا كل شيء. يسبونهم ليل نهار. نعم. النقطة الثالثة، أستاذ أشرف، لماذا لا تستعرض ولو في جانب بسيط بعض الكتب أو الكتيبات التي تتناول المؤامرة من الشيعة ومن المجوس، مثل وجاء دور المجوس وغيرها، ولو بشكل يعني طفيف لتنوير المسلمين ولزيادة اطلاعهم؟ هذه اقتراحات سريعة وأرجو ما كنتش خدت. إن شاء الله جزاك الله خيرا يا طيب، ورفع الله قدرك. وإياك. أهلا وسهلا. حياك الله يوفقك ويثبتك يا رب ويحميك منهم يا رب. اللهم آمين، جزاك الله خير. الأحبة الكرام، أنتوا سامعيني كويس ولا تقطيع صوت وصورة ولا تقطيع صورة بس؟ فضلا وليس أمر. يعني التقطيع عندكم صوت وصورة ولا صورة فقط؟ طب هو واضح ان في بلاغات، لان كده اتصال انترنت كويس، ولكن واضح ان في ايه؟ بلاغات. تمام؟ انا اللي فصلت البث في القناة الاولى. طيب يا ريت الاخوة الكرام تدعوا من في قوائمها. جزاكم الله خيرا. البث يقطع. ظبط معاكم ولا لسه؟ احبات الكرام، بسم الله. في تقطيع شديد. طيب طيب الإخوة الكرام، يا ريت تشاركوا البث المباشر فضلا ليس أمرا. وياريت في تعليقات عندنا في البث القديم يحطوا رابط التعليقات في التعليقات تحت، لان ياريت المشرفين يحطوا في التعليقات للبث اللي موجود على القناة الرئيسية اليوم، يحطوا رابط القناة الثانية ويقولوا لهم البث شغال حاليا في القناة الثانية فضلا وليس أمر. الصوت واضح؟ وفي مشكلة عندكم في الصورة صح؟
صوت وصورة كويسين؟ طيب الحمد لله، بس الآن ظبط. طيب الحمد لله. طيب الأحبة الكرام، اشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، عمل إعجاب فضلا وليس أمرا. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن عشان المباراة. السلام عليكم. ممكن السيرفر اليوتيوب تقيل شوي. السلام عليكم. السلام عليكم اخي ابو احمد الورده، حياك الله، تفضل معي. اخي ابو احمد، هو الاخ الصور قال لك وقت البث مو مناسب، لانه هسه اللي يصير انه العالم كله في مصر يحاولون يسحبون اللعبه، فلذلك كده يصير عندك تقطيع بالصوت والصوره. تمام، بدك تفهمني شلون؟ تمام. فلذلك هو الانترنت، وانما هسه صار ضغط عندكم كبير على الانترنت، هاي اولا. ثانيا، تفرجت الخطبه القرانيه لمقتدى الصدر اللي بعثت لك اياها؟ ايوه ايوه يا طيب. وارجو منك انه تاخذ اي من التفاسير وتقراها للشيعة فيما يخص قوله سبحانه، قول سبحانه وتعالى: آتوا أجورا فيما استمتعتم، استغفر الله، فيما استمتعتم به منهن فأتوهن التفسير فريضة. تفضل. أي أقرأ لهم التفسير، تفسير أهل السنة، شنو شملت هاي الآية؟ تمام. قبل الإسلام كان المتعة موجودة، وفي بداية الإسلام كان حرمها الرسول، وبعث علي بن أبي طالب هو اللي بلغ السلام في تحريمها، علي بن أبي طالب نفسه. ابشر الحبيب. على كل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله. السلام عليكم. شلونك شيخ؟ تفضل معايا. عقيل شيعي ولا سني يا عقيل؟ شيعي. عندك اجابه عن اسئلتنا اليوم؟ انا عندي سؤال. لا، احنا اللي عندنا سؤال، مش انت اللي عندك. عندك سؤال اجابه، اهلا وسهلا. ما عندكش اجابه، شنو سؤال؟ حلقه اطرح سؤالك.